النهارده هتكلم معاكم مش بالضروره هكلمكم على الاستراتيجيه كامله اللي انتوا بتشتغلوا فيها، هتخش في ضمن برنامج الحكومه اللي هيتعرض على مجلس النواب ان شاء الله جديد، بس هديكم ملامح على ايه الحاجات اللي احنا بدانا نشتغل فيها وايه الحاجات اللي بفكر فيها الحكومه في التكليفات اللي نشرت عند تعيين الحكومه الجديده. اهداف ويمكن اهداف شديده اللي احنا لازم نشتغل عليها. مبدئيا الثلاث حاجات المهمين اللي يمكن نركز عليهم، ازاي بننمي الناتج القومي 1.5% ونقلل البطاله 1.5% ونخفض عجز الميزانيه 1.5%. ودي طبعا ارقام كبيره قوي لازم كلنا نشتغل جامد قوي عشان نقدر نحققها. تعميق الصناعه المحليه، لما نيجي نبص على صناعاتنا حاليا 28% منها تعتبر صناعات بسيطه. الهدف منها ازاي ازود القيمه المضافه بالتدريج، ازاي اوصل من وسيطه الى متوسطه، من متوسطه الى عاليه، ومن عاليه الى اكثر علوا. ده لازم يتم ببرنامج معين على بعض القطاعات، ما نقدرش نتم طبعا على يعني كل القطاعات. يعني اديكم مثال مثلا على صناعه السيارات. صناعه السيارات النهارده احنا عندنا يمكن حوالي 8 ل 9 شركات تجميع. لما نيجي نبص الهدف من صناعه السيارات غير ان احنا بنشغل عماله وبنشغل مصانع اللي هنا، بس الهدف منه ازاي انا اطور الصناعات المغذيه للسيارات. ودي صناعه مهمه جدا لان هي بتاخد عماله كبيره قوي، وفي نفس الوقت بتوفر علينا عمله صعبه. في 20 مصنع متعسف في 135 دول بنشتغل عليهم. في 28 مصنع من المصانع دي غير متعسره، في منهم 15 مصنع غير متعسف بس عايز تمويل اضافي، ده ما بيخشش تحت مسمى مصانع متعسفه. تم الاتفاق مع وزاره التخطيط على ان احنا نعمل صندوق حوالي 150 مليون جنيه لتمويل هذه المصانع.